مرة ثانية بنرجع لحضراتكم في السادسة. أستاذ محسن تسمح لي معانا واحد من نجوم الكرة السعودية طبعا كابتن أحمد الدوخي نجم نادي الهلال ونادي النصر السابق معانا على التليفون. خلينا نستقبل مكالمته لأنه بالتأكيد طبعا الأشقاء في السعودية بيبصوا للبطولة برضو باهتمام كبير جدا. فرص الهلال في مواجهة الوداد في بداية المشوار مواجهة عربية طبعا، والفائز منهم هيتأهل لمواجهة فلامينجو، وليه لأ؟ وليه لأ ما يكونش الأهلي والهلال في نهائي البطولة؟ خلينا نستقبل كابتن أحمد الدوخي. كابتن أحمد مساء الخير. اهلا وسهلا فيك، احب امسي عليك وعلى جميع المشاهدين، الاستاذ احمد سمير ولضيفه الاستاذ محسن. اهلا بك يا كابتن احمد. يعني الحقيقه بعد مشاركه ومستوى رائع ظهر به المنتخب السعودي في بطوله كاس العالم الاخيره، الفريق الوحيد اللي قدر يتفوق على حامل اللقب منتخب الارجنتين، نادي الهلال بيخش البطوله دي ويعني حدود طموحه السماء. كلمنا عن استعداد نادي الهلال للبطوله ومباراته الافتتاحيه امام الوداد بدايتها. اول شيء الحمد لله رب العالمين، يعني مشاركتنا في كاس العالم الحمد لله كانت مشاركه ولله الحمد مشاركه ايجابيه، قدمنا مستوى جميل، بس في المباراتين الاخيره يعني ما حالفنا الحظ، والحمد لله يعني قدرنا نظهر مظهر جميل امام العالم يعني. اما بالنسبه طبعا نادي الهلال، نادي الهلال طبعا احنا متعودين يعني في تحقيق البطولات الخارجيه وبالذات البطولات الاسيويه، والحمد لله تاهل نادي الهلال الى كاس العالم وشرف لنا، شرف كبير، وان شاء الله باذن الله تعالى انه يقدم صوره طيبه صوره جميله تليق بسمعه الكره السعوديه ونادي الهلال وجماهير نادي. ازاي استعد الهلال للبطوله كابتن احمد، وهل في صفقات في انتدابات في استعدادات خاصه يعني قبل بدايه مشاركته في البطوله ولا لا؟ لا طبعا الصفقات طبعا الجميع يعني شاهد يعني الايقاف اللي حصل عليه نادي الهلال مده سنتين، فما اقدر اسجل لاعبين محترفين جدد يعني. طيب نعم، بس الحمد لله يعني الموجودين ان شاء الله فيهم خير وبركه. طبعا انت تعرف يا استاذ احمد يعني بطوله زي كاس العالم تختلف عن اي بطوله، يعني سواء بطوله اسيا او بطوله الدوري او بطوله عربيه، مشاركه جدا يعني جميله امام العالم، وانت ضمن ست فرق متميزه قدام العالم يعني. فان شاء الله الهلال ان شاء الله بالمجموعه الحاليه ان شاء الله انهم يقدمون صورة جميلة ومستوى جميل ويتخطون المرحلة الأولى ويوصلوا للمباراة النهائية. وأنا مع كرة القدم الفترة الحالية ما فيها شك، هي بالتأكيد طبعا. أنا أعتقد يعني زي ما كان ضيفي أستاذ محسن لمنون بيتكلم دلوقتي إنه في فرق كبيرة طمعانة أو فرق كتيرة طمعانة في النسخة اللي جاية على الأقل الوصول للمباراة النهائية، لكن خلينا نتكلم شويه عن ضربه البدايه. هي في النهايه طبعا لقاء بين اشقاء الوداد المغربي والهلال السعودي، الارض والجمهور طبعا اكيد هتكون مع الوداد. ازاي بتشوف المواجهه دي وفرص مين اكتر في التاهل لمواجهه فلامينجو البرازيلي في الدور قبل النهائي؟ والله شوف الوداد فريق كبير، انا تابعت الوداد صراحه، نادي كبير من قاعده جماهيريه عظيمه ولاعبين متميزين، والفتره الحاليه ايضا شاهدنا يعني الاتحاد المغربي مع نادي الوداد يعني سمح لنادي الوداد انه يسجل لاعبين، فاستغلوا النقطه هذه، واعتقد راح يعني تكون مباراه صعبه بالنسبه لنادي الهلال، يعني راح تكون مباراه جدا جدا صعبه. مين اكتر النجوم اللي بتراهن عليهم في صفوف نادي الهلال؟ يمكن الحقيقه الاتحاد الدولي او الاتحاد الدولي يمكن اختار سالم الدوسري طبعا نجم السعوديه كواحد من افضل المواهب المتوقع تالقها في البطوله، بالتاكيد في اسماء واعتقد انه في كتيبه يعني كبيره من النجوم في فريق الهلال. مين اللي بتراهن عليهم او تتوقع ان هو ان هم يقدروا يصنعوا الفارق مع الهلال في البطوله؟ والله شوف المجموعه ككل متكامله، يعني ما في نجم معين، ما في نجم يعني بارز او لا، مجموعه متكامله من الحارس الى راس الحربه الى ايقاله، يعني اشوف انه يعني متجانسين مع بعض، يعني
الفريق ككل يعني، سواء الاساسي والاحتياط ان شاء الله يعني. انا اتمنى التوفيق طبعا للثلاث فرق العربيه وفي مقدمتهم الاهلي المصري، بس خليني أكيد اسالك أكيد انه أكيد. انه انه نسخه كاس العالم الاخيره الحقيقه يمكن الكره العربيه اتقدمت فيها بشكل مشرف ورائع جدا، وكل يعني الحقيقه المباريات الكبيره او التحديات الكبيره نجح العرب في ان هم يكونوا اصحاب بصمه، وخصوصا المنتخب المغربي الشقيق اللي نجح في الوصول للدور قبل النهائي. لكن ده ما ينفيش ان السعوديه امام الارجنتين، تونس امام فرنسا، المغرب امام بلجيكا، واسبانيا والبرتغال نجحت الحقيقه في ان هم المنتخبات دي تقدم مستوى مختلف، كسر كتير من القواعد اللي احنا كنا متعودين عليها في بطوله بحجم كاس العالم. هل تتوقع انه ده يكون ليه تاثير على المشاركه العربيه في البطوله اللي جايه؟ اي اكيد اكيد راح يكون في تاثير كبير، راح يكون تاثير كبير. والفرق العربيه مثل ما تفضلت استاذ احمد، الهلال والوداد وايضا الاهلي المصري، يعني تقريبا من 40 الى 50% كلهم لاعبين منتخب، متعودين على البطولات زي بطولات كاس العالم المنتخبات او كاس العالم الانديه. هل تتوقع واحد من الثلاث فرق دول قادر انه يوصل للمباراه النهائيه؟ هل ممكن نعم نشوف طرف عربي في المباراه النهائيه؟ نعم انا واثق 1000000% راح سواء الهلال او الاهلي او الوداد، واحد من الفرق الثلاثه راح يوصل للمباراه النهائيه. طيب بمناسبة طبعا انا كنت واحد من نجوم نادي النصر، ويمكن صفقة كريستيانو رونالدو وظهوره الأول في مواجهة البي اس جي ثم مشاركته بعد كده مع في الـ 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 مع النصر السعودي في مواجهة الاتحاد جدة، ازاي بتشوف الصفقة دي وازاي بتشوف تأثيرها على الكرة في السعودية وعلى البطولات السعودية المحلية؟ لا هي مو على الكرة السعودية، على الشرق الأوسط ككل. يعني نجم كبير بحجم كريستيانو، نجم عالمي، نجم اعطى كل ما عنده لكره القدم، يعني بمعنى الاحتراف، يعني لاعب مميز، لاعب له ثقله وله اسمه، والحمد لله رب العالمين. يعني اللي يدل على الدوري السعودي دوري قوي من جميع النواحي، لا من ناحيه. كان في كلام كتير وتقارير كتير رصدت مفاوضات عدد من الانديه السعوديه، مش هسمي، لكن اتقال اتحاد جدة، اتقال طبعا منهم نادي الهلال، انهم مهتمين بالتعاقد مع نجوم على اعلى مستوى، اتقال اسم زي ايدن هازارد، اتقال اسم زي لوكا مودريتش، اتقال اسماء كتيره الحقيقه، ليو ميسي طبعا يمكن واحد من الاسماء اللي ارتبطت بالهلال او اتحاد جدة. برايك في ده ايه، وايه معلوماتك عن القصه؟ لا والله انا معلومات ما عندي، لكن انا اقول لك اختلف كل شيء يعني صراحه. يعني الان في الشرق الاوسط يعني كره القدم اختلفت كليا، يعني من ناحيه المستوى اتكلم انا. كابتن احمد، انا طبعا يعني اتفضل اتفضل اتفضل، انا بس عايز اقول انه وانت معانا على الهوا، خليني بس اعلن واحده من الصفقات الجديده للنادي الاهلي. طبعا واحد من نجوم الكره الجزائريه احمد قندوسي، طبعا نجم وفاق سطيف، انضم بالفعل للنادي الاهلي، ودي واحده من الصفقات اللي اعتقد انها تصنع الفارق قبل بطوله كاس العالم ان شاء الله باذن الله، يكون اضافه كبيره للنادي الاهلي. اهلا بيه في نادي القرن، وخصوصا انه الطله الاولى والمشاركه الاولى هتكون في بطوله كبيره بالنسبه لجماهير نادي الاهلي، وهي بطوله كاس العالم للانديه. اكيد ويستاهل صراحه، يستاهل جمهور الاهلي المصري، جمهور كبير وجمهور يعني اتمنى انهم يفرحون ان شاء الله في بطوله العالم ان شاء الله. ايوه وراح يعودونا ان شاء الله، كنا مقدمين مستوى كبير مع الوداد مع الهلال، وان شاء الله يعني نتمنى ان شاء الله واحد الثلاث فرق توصل للنهائي. نتمنى ان شاء الله. سعيدين ومبسوطين باذن الله تعالى ان شاء الله. ان شاء الله الثلاثه كبار، والثلاثه الحقيقه يستحقون الوصول للمباراه النهائيه، وليه لا ما يكونش تتويج للمره الاولى، اعتقد هيكون يعني شرف كبير جدا لكل الكرة العربية في حالة تتويج أحد الأندية الثلاثة بالبطولة. بشكر كابتن أحمد الدوخي طبعا نجم الكرة السعودية ونجم نادي الهلال.